الترشيح ديالي رسميا لرئاسة نادي الرجاء الرياضي مع مجموعة ديال مجموعة من المنخرطين، وكنتمنى الله على أن فريق الرجاء الرياضي يرجع للتوج ديالو كيف ما كان سابقا. واليوم عندنا الجمع العام يوم 26 في هذا الشهر، نتمنى أنه يمر في ظروف جيدة وظروف اللي تكون زعما فيها الديمقراطية. ونادي الرجاء الرياضي معروف عليه لأنه دائما كان كيعيش مثل هذه اللحظات. واش مدريقة عارف الوضعية المالية ديال الفريق؟ شوف عطيتك ديك لاراسيون صافي. الله يرحمك، الله يرحمك، أنا قلت لي أنا عطيتك ديك لاراسيون.